السلام عليكم، النهارده إن شاء الله هناخد المحاضرة التانية في الويند، نتكلم على التيرين افكتس اون اير فلو، تأثير بقى الأراضي والشجر والكلام ده كله على إيه؟ على الويند بروفايل بتاعت نخش على التيرين. طيب أول حاجة بيتكلم على introduction، بيتكلم إن السان هي ذا ألتيميت إنرجي سورس ذات إيه؟ درايفز ويند زي ما قلنا في المحاضرة الأولانية، هو فرق الإيه؟ الشمس بتعمل حرارة، بتعلي الحرارة فبتعمل فرق كثافات. فبتخلي الويند يتحرك من مكان لمكان. خلاص كده incoming solar energy which generally decrease from the equator to the pole is absorbed and reflected by various parts of a of the atmosphere and by various part types of a surface. الحرارة طبعا اللي جاية من الشمس بتبقى ماكسيموم عند خط الاستواء، وكل ما تتحرك ناحية القطبين فتبتدي تقل. وبقول لك ان الحراره دي بيتابزوربت بالايه، من عن طريق المحيطات والتلج والكلام ده كله والصحراء والغابات والكلام ده كله. طب redistribution of incoming solar energy produce low and high pressure area زي ما قلنا، عشان ده خالص يعمل ايه، يعمل الويند فلو. This pressure difference in the atmosphere forces the air move toward the lower ايه pressure when the air begins to move. Other effects modify its speed and ايه دايركشن. كل ده سبب ايه؟ بسبب ان الفلو بيتحرك من ايه، من مكان لمكان بسبب الشمس. افكتس في ايه، هنبتدي بقى نشوف ده كده السورس بتاع مين، بتاع الرياح، الشمس. خلاص كده ما بيعمل درجة حرارة عالية فبيعمل فرق كثافات وبرشر عالي. نخش على بقى على ايه الافكت بتاع مين، الرفنس، ايه سيرفيس رفنس. ذا فلو اوف ريال فلويد ات سوليد سيرفيس هاز ايه velocity of zero relative to ايه surface. طبعا زي ما احنا فاكرين في الباوند لاير، السرعة تحت عند الأرض بتبقى كام؟ زيرو. كل ما تعلى فوق، كل ما تعلى فوق زي ما شفنا في الكيرف ده، متعودين عليه في الباوند لاير، تحت كده خالص بتبقى كام؟ بتبقى صفر. وكل ما تعلى فوق الفلوستي بتزيد لحد ما توصل تبقى 99% منين؟ من اليو انفينيتي. يو انفينيتي دي اللي هي سرعة الفلو اللي خارج الباوند لاير. الباوند لاير دي بتبقى الزونة زي ما خدنا السنة اللي فاتت، الزونة اللي داخل الباوندري لاير دي ما نقدرش نعمل تأثير مين، تأثير الفيسكوستي خلاص كده، ولا تأثير طبعا الانيرشيا، الاثنين موجودين جوه الايه، جوه الباوندري لاير. طيب بقول لك the reason in which the velocity increase rapidly from zero and approach the velocity of mainstream اللي هي كل دي الباوندري لاير زي ما احنا قلنا. خلاص كده اهو الباوندري لاير، this region very thin، صغيره جدا، and characterizes increasing of velocity with increasing distance from a solid surface. كل ما تطلع كده vertical السرعه مالها، السرعه بتزيد. The flow may be in two parts that is in the boundary layer where the shear stress are prime importance. داخل الجزء الاولاني الفلو هيتكون ايه، هيبقى متكون من جزئين، جزء جوه الباوندري لاير اللي هو الشير افكت مهمة جدا. زاد بيوند ذا باوندري لاير ذا افكت اوف فيسكس از نيجليجبل. طبعا خدناه برضو الترم الاولاني اللي هو خارج الباوندري لاير ده الايه، البوتنشال فلو، البوتنشال ايه فلو اللي هو خارج الباوندري لاير. طيب زي ما احنا شايفين ان اهوت ايه، ادي مثلا اكزامبل اهو على الكلام ده. ادي انت عندك نقط تحت السرعه بكام، بصفر. كده بتبتدي تزيد لحد ما توصل كام، 5 ميل بالأور، 10 ميل بالأور، 15 ميل بالأور، لحد ما توصل 20 ميل بالأور. ده طبعا كل ده تأثير مين، تأثير الفريكشن. بيقول لك ال velocity gradient are internal due to a viscous action due to ايه، طبعا السرعة دي بتتغير نتيجة مين، ال viscous effect نتيجة مين، ال surface. The flow in the first part of the boundary layer is a interlaminar. طبعا في الجزء الأولاني ده زي ما احنا درسنا برضه، في الجزء ده ايه، لما نرفلو، وبعد كده بيتحول يبقى تربلنت فوق عند رينال كريتيكال، رينال نمبر ايه كريتيكال. With increasing thickness the laminar layer becomes unstable and the motion within the becomes distributed ايه transition ايه region، وبعد كده هيبقى ايه تربلنت ايه region. Knowing how the surface roughness affects the vertical wind speed profile is extremely valuable when determining the most beneficial ايه wind ECS اللي هو wind energy conservation ايه system tower height. طبعا ده هيبقى مهم معانا جدا عشان نحدد ارتفاع مين، ارتفاع التاور بتاع مين، بتاع الـ
الويند توربين، لان احنا لازم الارتفاع ده يبقى بناء على ان هو يبقى خارج الباوندير لير. طبعا طبعا ناخد اقصى سرعه منين؟ اهو زي ما نشوف دلوقتي اقصى سرعه للايه، للفلو. طب سيتنج ان افلات ايه تريان، لو انت في عندك فلات تريان كده، وات تريان كان بي كونسيدر ذا فلات اف اف ات ميتس ذا فولينج، يبقى هنعتبره فلات امتى؟ لو الكونديشن دي اتحققت. الاليفيشن ديفرنس بتوين ذا سايت اند ذا سراوندنج تريان از ليس ذان كام؟ 200 فيت فور 2 اور 3 ميلز ان اني دايركشن. ريشيو اوف اتش اند ال ان ذا نيكست فيجر از ليس ذان كام؟ 0.03 ذات از ايه 3%. دي طبعا هنا ايه؟ بيقول لك هيعتبره فلات امتى؟ في تو كونديشن هيعتبروها فلات. الاليفيشن ديفرنس بتوين ذا سايت اند ذا سراوندنج تيريان از ليس ذان كام؟ من 2 ل 3 ميلز ان اني ايه دايركشن. وريشيو اوف اتش اند على ال ان ذا نيكست فيجر از ليس ذان كام؟ 0.3 0.3. فين الاتش؟ الاتش ده الارتفاع ده بتاع مين؟ التيريان ده، وده الايه؟ الريديوس بتاعها اللي هو ال، اللي هو الارتفاع بتاعها تبقى ايه؟ او الريشيو ده على ده الاسبكت ريشيو بتاعها يبقى اقل من كام؟ 0.03. خلاص كده طبعا. ورسمه الاليفيشن ديفرنس دي هنجي لها بقى الجداول، ان المسافه تبقى ايه؟ المسافه قبل البتاع الاليفيشن ديفرنس بتوين السايت، السايت اللي هو فيه اند زي ايه سراوندنج تيريان از كلاس ذان كام؟ 2 اند او 3 ايه؟ ميلز. طيب فلات تيريان ويز ايه يونيفورم سيرفيس رفنس از ذا سمبلست type of Tyrian for selecting a wind conservation energy site and a large area of flat open grassland is a good example of uniform Tyrian. If there is no abstract obstruct زي ال building و tree obstructs، يعني ايه حاجات بتعوق ال wind زي ال building و trees و hills و كلام ده، the wind speed at a given height is nearly the same over the entire. طبعا السرعة تبقى عند اي ارتفاع نفس ايه، نفس السرعة. طب determination of the flat terrain اللي هو زي ما قلت لكم الارتفاع h ده مع مين؟ مع ال. طبعا ده ايه؟ ده الكونديشن الثاني رقم 2. والكونديشن الاولاني ان هي تبقى ايه المسافه دي كلها كام من الويند تربين كده اهوت كام؟ 2.5 كام؟ 2.5 ميل. 2.5 ميل ميل. بيقول لك the only way to increase the available power in a uniform train is to raise the machine higher above ايه؟ كل ما ترفع طبعا التاور اعلى كل ما تزود مين؟ الباور. A measurement or estimate of the average wind speed of at one level can be used to estimate the wind speed thus the available power at other level. في جدول بقى هنقول لك ايه؟ الارتفاع بالظبط بتاع الايه؟ بتاع التاور حسب مين؟ حسب نوع الأرض. The numbers in the table are based in a wind speed measured at كام؟ 30 feet. The National Weather Service wind data to estimate the wind speed at another level multiply the 30 feet speed by a factor for average surface roughness at end height. هنا بقى الجدول ده مهم قوي عندنا. Wind speed extrapolation from 30 feet to other heights over the flat terrain at uniform roughness. هنا عندنا فلات تيريان وعندنا يونيفورم رفنس وعايزين نجيب السرعه مثلا على الارتفاع مثلا 500 فيت او 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 او، بنعمل ايه؟ بنجيب السرعه عند كام من الجدول ده؟ عند 30 ايه؟ عند 30 فيت. يبقى الجدول ده بيديني السرعه عند كام؟ 30. المفروض يعني السرعه عند 30 فيت، وبعد كده اضرب في ايه؟ نشوف ايه؟ نشوف دلوقتي اكزامبل على الكلام ده. طيب الجدول ده فيه في رفنس كاركترستكس والهايت اباف ايه جراوند. رفنس كاركترستكس سموث او جراس او لو جراس او هاي جراس او تول رو كروبس او ايه هاي وودز، كل دي انواع مختلفه منين؟ من الاراضي. خلاص كده اهوت. دي الهايت اباف ايه الفيت جراوند، انت هنا بتتكلم في كام؟ 20 متر 40 40 20 فيت سوري 40 فيت وهكذا لحد ما توصل لكام؟ ل 200 فيت. خلاص كده اهوت. واللي جوه دي بقى ايه؟ هتلاقي اللي هي الفاكتورز. هناخد example على الكلام ده ماشي. For example if the average wind speed at كام؟ 30 feet over an area of ايه؟ low grass، اللي هي low grass اهي، ادي low grass اهي ماشي. is كام؟ is 10 متر 10 ميل بالاور.
10 ميل ايه بالاور. عايز يبريدكت السرعه فين؟ عند 80. يعني البتاع ده عند كام؟ السرعه دي عند كام؟ 10. خلي بالك الاكزامبل ده مهم قوي، ممكن يجي في الامتحان. اجيب لك الجدول واقول لك ايه، احسب لي السرعه عند الارتفاع كذا. ماشي. طيب يبقى انت دلوقتي هتخش ايه عند اللو، عند التايب بتاع الجراس او التايب بتاع التيرين، هتلاقيه لو جراس. هتخش عند الارتفاع الجديد اللي انت عايزه اللي هو كام؟ 80 فيت. هتاخد السرعه اللي احنا اللي هو مدالك في السرعه اللي هي 10 ميل بالاور اللي هي متقاسه عند ال 30، تطلع الفاكتور من هنا من الجدول اللي هي 1.17، تضرب 1.17 مالتبلاي ال 10 يديك السرعه الجديده 11.7 ميل بالاور عند ارتفاع كام؟ عند ارتفاع 80 فيت. 80 كام؟ 80 فيت. if the height of the known wind speed is not كام؟ 30 فيت. لو مش هو بقى مش عند 30 فيت، wind speed can be estimated using the following ايه؟ equation. لو هو مش مديلك عن 30 فيت بقى، يبقى الاي على كام؟ على كي فين؟ في الاس. الكي الاي ده اللي هو التيبل فاليو فور هايت ايه؟ the wind speed to be estimated. والكي is the table value for ايه؟ height of ايه؟ known wind speed. والاس is the known wind ايه؟ وسبيد. يعني اجيب الريشيو عند الايه؟ عند النقطة الجديدة على الريشيو على النقطة القديمة، تضربهم فين؟ في السرعة. اكزامبل على الكلام ده، نشوف اكزامبل على الكلام ده. سبوز ال 10 ميل بالاور هاز بين استيميتد مش عند 30 بقى فيت، عند 20 فيت انستيد اوف 30 برضه في اللو جراس. فايه اللي هيحصل؟ تو استيميت ذا لو سبيد ات كام؟ 80. هنعمل ايه؟ ديفايد ذا فاكتور 80 اللي هو 1.17. كنا اول بنضرب 1.17 في 10 على طول بقى، لا دلوقتي هتعمل ايه؟ 1.17 على الفاكتور بتاع ال 20 اللي هو كام؟ 0.93 اهو. بص لو رجعنا الجدول هتلاقي ده كام؟ عند ال 20. بص كده عند ال 20 هتلاقي 0. كام؟ 93. تمام كده. يبقى 1.17 على كام؟ 0.93 في كام؟ بال 10 مديها لك، هيديها لك كام؟ 12 بوينت كام؟ بوينت 6. التأثير اللي بعد كده، التأثير بتاع الإفكت أوف إيه؟ جراوند إيه؟ جراوند ليفل. جراوند إيه؟ جراوند ليفل. طيب هايتس إن تيبل 2.1 should not always be through of إيه؟ as heights above the ground over areas of dense إيه؟ vegetation such as mean forest. الغابات. A new حاجة اسمها effective ground ايه؟ effective ground level. effective ايه؟ ground level. is established at approximately height where the branches of adjacent trees touch below. this level is a later wind. it's called a level zero of wind or zero a displacement height. ماشي؟ طبعا ببساطة ده عبارة عن ايه؟ انت عندك الويند بروفايل اللي جاي او السرعة اللي جاي، الويند بروفايل اهوت ده اللي جاي. ده العادي دخل على ايه؟ شويه اشجار. فالاشجار دي هتعمل ايه؟ هتعمل ديستربنس للايه؟ للفلو. فيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يشفت، اكنك هتشفت كده الايه؟ الفلو كده اهوت مسافه ايه؟ مسافه دي، وهتتسمى ايه؟ ليفل زيرو ويند. خلاص كده اهوت ليفل ايه؟ زيرو ويند، اكن ده الصفر بتاعك بتاع الايه؟ بتاع الباوندر لاير. ان ادينس كونفيرمد ذا ليفل اوف زيرو ويند وود بي ذا افريج كورن هايت ان ايه؟ in the wet field the average height of the wet. نفس الكلام هنا، هو the height at which this level occurs is labeled كام؟ دي زي ما وضع في الفيجر هنا اللي height ده كام؟ دي الفيجر كذا. if d is less than كام؟ 10 feet can usually be disregarded in estimating speed and the power change. however if the ground level is used when d is actually 10 feet او اكتر, change in speed and power from one level to another will be underestimated. طب table 2.1 express all heights above the d height rather than above a ground. يعني انت دلوقتي ايه بقى؟ هتشوف بقى المسافه دي هتحسبها خلاص كده اهوت، وبعد كده هتشوف ايه ده؟ هتشوف تاثيرها على الباور والايه؟ والاند. لو هي اقل مثلا من رقم 10 او اكبر من ايه؟ من رقم 10، هنشوف تاثيرها على ايه؟ على ال على الـ على البتاع ده. ماشي. هنجيب لها الجدول بتاعها. change فين؟ change في roughness. in many locations surface roughness may change up wind of w site for a for example forest may change to open a grassland.
such a sharp or clearly defined change may be affect the vertical wind A profile. Figure 2.5 shows how the wind profile changes at surface roughness and from roughness to ايه to smooth. طبعا هنا ايه الكيرف ده مهم قوي. خلاص كده اهوت effect of roughness change on a vertical ايه wind profile. خلاص كده اهوت ممكن اقول لك في الامتحان ايه ارسم لي ايه الكيرف ايه الكيرف اللي هو الايفكت اوف ايه رفنس تشينج ان ايه اون ذا فيرتيكال ويند بروفايل. هتلاقي هنا اهوت مثلا الرف، هتلاقي هنا مين السموث، وهتلاقي هنا الرفنس ايه تشينج. زي ما انت شايف كده عندك في ايه تلات ايه تلات ليفلات هنا مثلا الرف او السموث. هنا اهوت هتلاقي الايه البروفايل هنا ايه متعرض شويه. خلاص كده السموث تحت، بعد كده ايه كوليبنم هايت، بعد كده ترانزيشن ايه هايت بتدي تقسم ايه كذا ليفل. نفس الكلام هنا اهوت الرف هتلاقيها ملمومه شويه، هنا هتلاقيها واسعه شويه. خلاص كده دول التلات ليفلات بتوعتك اللي هو ايه الداون، حاجه اسمها الداون ويند بروفايل، وحاجه اسمها الترانزيشن لاير، وحاجه اسمها الابر ايه الاب ويند ايه بروفايل. والكيرف ده والكيرف ده مهم جدا 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 يا شباب. ماشي طيب هنبتدي بقى نقول ايه ايه الفرق ما بين ايه الزونه دي والزونه دي. ان بارت ايه ذا ويندو بروفايل ان ذا لوست ريجن اللي هي زون 1 اللي تحت دي از ايكوليبريم ويز داون ويند ايه سيرفيس رفنس ذات از ذا فورس اكتنج اون ذا ويند ار ان ايه بالانس بيكوز ذا ويند بروفايل از ايه ان ايكوليبريم ان اون ويند ات وان هايت از ان ذا زون كان بي اكستبريتد ابورد او داون وورد ويز ذا زون يوزنج اكسترابوليشن فاكتورز فور ذا ابروت سيرفيس رفنس. Similarly, the wind speed can be extrapolated upwind or downwind in the highest A region zone 3, where the wind profile is A in equilibrium with A with upwind A surface roughness. يعني هنا ال wind profile مالها أو تعال نعلم عليها مهمة أوي in equilibrium with A with downwind surface A roughness. نفس الكلام في اللي فوق equilibrium with upwind A surface A surface roughness. طب الترانزيشن ريجون بقى اللي في النص بقى يعني واحد وثلاثة في ايكوليبريم. طب اتنين، طب الجزء اللي في النص بقى اللي هو ترانزيشن ريجون اكزيست بتوين زون واحد وثلاثة ان ذيس زون ذا ويند تشينجز ايه فروم ايه فروم وان تايب اوف بروفايل تو انذر تايب سو ات از نوت بوسيبل تو بريدكت ذا ايه بريسايز نيتشر اوف ذا ويند سبيد تشينج. هاويفر ات بوسيبل تو ميك سام ايه qualitative estimate of how the wind speed changes and with a height of the transition layer and to estimate the height of thickness and the heat. طبعا هنا ايه الويند بروفايل بيتغير من شكل الايه بشكل، فانت محتاج دي تبريدكت الايه البيهيفير بتاع مين بتاع الباوند لاير في الجزء ده. طب transition and equilibrium heights downward of a change in ايه roughness. تعالى بقى نشوف ايه اكزامبل على الكلام ده او رسمه توريك الفرق ما بين الايه الهايتس والايه والسيكنس. فيجر 2.6 ده شو ذا هايت اند ايه سيكنس اوف ذا ترانزيشن ايه لير دي بتاعت مين الترانزيشن لير اللي في النص. ماشي نوتس ذات ذا توب اوف ذا ترانزيشن لير ديبندس اون ذا ديستانس داون وورد فروم ذا رفنس تشينج بات ذا نيو اكوليبريم هايت ديبندس اون ذا تايب اوف ايه roughness change. طب تعال نشوف الكلام ده. انت دلوقتي عندك هنا اهوت ادي الايه ادي الديستانس وادي مين وادي الهايت. ماشي ده الايكوليبريم هايت رف تو ايه تو سموث دي يعتبر الايه الجزء اللي تحت، وادي مين الايكوليبريم ايه هايت سموث تو ايه تو رف. يعني ده بتاعت مين دي من رف لمين لسموث، ودي من سموث لكام رف، ودي يعتبر الايه ترانزيشن هايت اللي احنا بنتكلم عليها الزونة رقم كام؟ الزونة رقم 2. طيب نشوف اكزامبل على الكلام ده يوضح العملية أكتر. فيجر 2.7 خلاص كده شوز ايه الستريت هاو داتا فروم ايه فيجر 2.6 كان sometimes be used to take advantage of transition heights downwind of roughness change. The reference change from a relatively smooth low grass to fairly يبقى ده من ايه؟ من smooth لمين؟ لرف مثلا زي الفورست at about كام 20 feet ايه up wind of the wind turbine site.
Notice that the D height shows in the figure 2.4 was taken into account the forest A, forest land. يعني هو ادي ال 200 فيت اللي هو بيقول عليهم. خلاص كده دي ال 200 فيت اللي هو ايه قبل التربينه ب 200 فيت. خلاص كده وادي ايه عندك اللو جراس اللي هو الاسموس اهو، وادي الفيرلي راف اللي هو مين اللو فورست اللي هو الاشجار والكلام ده كله، وادي الايكوليبرام هايت اللي احنا كنا بنتكلم عليه، بنتكلم عليه ان هو كام، ان هيبقى في حدود 7 كام، 7 فيت، في حدود كام، 7 فيت. وادي الترانزيشن هايت بتاعتنا كام، الترانزيشن هايت بتاعتنا كام زي ما احنا شايفين ده 80 ايه 80 فيت. خلاص كده اهوت. وادي الفرق اللي هو ايه 90 فيت، يعتبر ايه الريديوس بتاع المين الويند تيرباين. فنحاول على قد ما نقدر ايه الويند تيرباين تبقى خارج مين، خارج الترانزيشن ايه ريجون. مونسر الانوري افريج ات ذا هايت اوف ذا ويذر ستيشن انوميتر. انوميتر ده بي ايه بيقيس الايه سرعه الايه سرعه الرياح واتجاهها. would be used and the average speeds simply extrapolated to ايه. طبعا هنا بيجي بيسجل السرعات على مدار الشهر وعلى مدار السنه. using table 2.2 2.1 to estimate the average speed at ايه عشان تحدد الايه السرعه بتاعتك فين في السايد. لك however ولكن this approach may give a error result in a الروتر بتاع التربينة is located in an area that affected by surface roughness different from roughness at a weather station. طب زي ما هو هنا في الفيجر ده انت ممكن تاخد السرعة على طول واستخدمها، ولكن انت ما ايه ما دخلتش تأثير من الرفنس. ماشي كده زي مثلا الفيجر ده، هنا بيقول لك الهايت وهنا بيقول لك ايه اللي فوق دي اللي هي رقم 2 دي سايت افريج سبيد، دي اللي الجهاز قاسها الانوميتر ده قاسها، ولكن الحقيقيه اللي هي الايه اللي هي يعتبر حسب الرفنس ماشي اللي هي مين اللي تحت دي، هتلاقي السرعه مالها قلت شويه، قلت مالها شويه نتيجه الرفنس. كل ما يعني السرعات اللي انت بتاخدها من الجدول دي ما مش كافية، لازم تدخل فيها تأثير مين؟ تأثير الرفنس، تأثير الرفنس. figure 2.8 the weather stations is assumed to be typically airport site having يعني اعتبرها مطار having a surface roughness characterized of tall grass the long term average wind measured at the airport as the anemometer height is represented by the length of the rower A rower A arrow اللي هو السهم اللي تحت. Because the surface at WECS site is very rough, the wind speed is much lower for a WECS site and system is height at the airport anemometer after extrapolated. يعني ده شرح الايه؟ شرح الفيجر ده. خلاص كده؟ طيب هنستخدم بقى التيبل ده. By using table 2.2 the user can extrapolated a extrapolated يعني يتوقع من السرعه annual average is wind speed from a weather station of known anemometer height and surface roughness to that of a proposed المكان بقى الجديد اللي انت هتقترح عنده الايه تحط عنده الويند تربين. If the weather station has height gross grass roughness and the wind was measured near a 30 feet level او 25 او 35 the average wind at a WE sites can be estimated from a proposed tower height by simply multiply the weather station speed by a. هنطلع بقى ايه يعني انت دلوقتي في الانوميتر كان على ارتفاع مثلا 30 بلس اور ماينس مثلا 5 يعني 35 او كام 25، وطبعا ما فيش تاثير وعارف السيرفس نفس ساعات مكانه. عايز بقى تجيب السرعه او الفاكتور او السرعه الفاكتور هتضربه في السرعه عشان تجيب الايه ويند سبيد في المكان الجديد. فعن طريق الجدول ده wind speed extrapolation factor surface for a for sites in areas of different a surface a surface roughness. ماشي هنا طبعا برضو نفس الكلام اللي هو قاس الايه قاس ال قاس الهايت بتاعه او اللي عايز يحط الهايت بتاعه، ودي انواع الايه الرفنس المختلفه.
خلاص كده هو يبتدي ايه، يخش الجدول يشوف ايه، يشوف الفاكتور اللي هو عايز. نشوف برضو اكزامبل على الكلام ده، if at the weather station the wind speed measured كام؟ 30 فيت is كام؟ 10 ميل بير اور. استيميت ذا انيوال افريج ويند سبيد اوف ايه كذا ات ايه. بص بقى، انا الارض هنا هو ايه سبربن ايه اريا، انا هناخد ايه، الجدول اللي فات كنا بنجيب السرعه على ارتفاع حائط معين، دلوقتي بقى ندخل مين؟ هندخل الرفنس. هندخل مين؟ الرفنس اهو، نخش على الايه هو الاريا اهي، ماشي على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 80. طبعا ايه زي ما انت شايف كده هنا ايه هتقل، ايه هتقل مش هتزيد، نتيجة تأثير الايه الرفنس، بدل ما هي كانت 10 بقت 7.4 ايه ميل بير اور. طيب بيقول لك إيه، لو التربينة دي تحطها لك ان اريا هاي وودز ات هايت كام؟ 80 فيت. ذا يوزر از انترستد ان جون average wind speed this site the weather station anemometer located in area كام low grass 20 كام فيت على ارتفاع ايه. الانوميتر ده محطوط في area low grass وهتحط انت التربينه بتاعتك في high woods، والانوميتر ده كان على ارتفاع 20 فيت وانت عايز تحطه على كام؟ على 80 فيت. فهتعمل نفس الحركه برضه، هتجيب الفاكتور ده والفاكتور ده وتقسم ايه، وهتجيب الفاكتورز تقسمها على بعض. طيب اول حاجه للسايد بتاع مين؟ بتاع اللو جراس عند كام؟ عند 20 فيت، وفي عندك السايد بتاع الهاي وودز عند كام؟ 80 فيت. خلاص كده اهوت. وطبعا السرعه الافريج كام؟ 90 ميل بالايه؟ بالاور. ذا بروبر كوريكشن فاكتور ان دبليو اي سايد فاكتور اللي انت هتحطه فين في الهاي وودز كام؟ او فين الهاي وودز؟ هاي وودز كام؟ 80 اهي. وبوينت كام؟ 9.3. طيب ديفايد باي ويزر ستيشن فاكتور اللي هو مين؟ اللو جراس و20. اللو جراس وكام؟ و20. لو جراس فين ادي اللو جراس؟ و20 اللي هو بوينت كام؟ 0.2. تقسم الاثنين على بعض يديك او بوينت كام؟ 9.1. تضربه فين؟ في السرعه يديك كام؟ السرعه الايه بتاعتك في الايه في المكان الجديد بتاعك على ارتفاع الايه 80 فيت. دي كده الجزء اللي بعديه الباريرز ايه؟ باريرز ان ايه؟ انفلات. باريرز بريديوسد ديستريبيوتد ارياز اوف اير فلو داون ويند كولد ايه؟ بتعمل حاجه اسمها ايه؟ ويكس. ان باريرز ويكس ويند سبيد از ريديوسد اند رابيد تشينج ان ويند سبيد ايه؟ اند دايركشن كولد ايه؟ تيربلنس ايه؟ انكريزد. تيربلنس ماله؟ بيزيد. بيكوز موست ويند جنريتورز هاف ريلاتيفلي سام بليدز the rotor have high speed barriers walks دي should be a avoid doesn't avoid mean walks دي اللي بتعمل turbulence whenever possible not only to maximize the power but also to a minimize mean is narrow the turbulence على قد ما نقدر. exposure to turbulence may greatly shorten the life span a turbulence ده بيقلل ايه العمر الافتراضي بتاع مين؟ turbine. In the following discussion, several figures and tables are represented that describes wind power and turbulence variation in here. يشوف بقى الويند باور وتغيره مع مين؟ مع التربلنس. To make this information useful, all heights or widths, particular barrier by knowing the dimension of barrier. شوف ايه؟ دي ايه؟ ده بيلدينج، شايف زي ما شايف بيلدينج اهو، الهواء بيجي عليه كده اهوت. يبتدي يعدي البيلدينج ده، بعد كده ايه جزء منه يكمل وجزء يعمل ويكس ورا الايه ورا البيلدينج ده. فطبعا ما ينفعش تحط فين، ما ينفعش تحط الويند تربين ورا البيلدينج ده على طول. اهو الكيرف ده مهم قوي. خلاص كده زون ديستريبيوشن اوف فلو اوفر ايه اسمه البيلدينج، زي ما انت شايف هنا ادي البيلدينج اهو، ادي الفلو جاي اهو، ودي البيلدينج ارتفاعه كام؟ اتش. فانت هتاخد او قبل ال... قبل الب... لو الارتفاع ده مثلا 10 متر 20 متر هتاخد قبلها كام؟ 20 متر اللي هو 2 اتش 40 متر قصدي، لو هو 20 متر يبقى هنا كام؟ 40 متر مثلا، وتاخد هنا تضرب ال 20 متر دي في ايه؟ في 20، يبقى ده الايه البروفايل ده هيطلع لك. خلاص كده بعد كده تقدر الماكسيموم هايت بتاعتها فين؟ في 2 ايه؟ في 2 اتش. الماكسيموم هايت بتاعتك فين؟ في 2 ايه؟ في 2 اتش.
فهو في الاب ويند اللي هو 2 تايم اتش، في الداون ويند اللي هو 20 ايه اتش. كل ده بيأثر على مين؟ على الباور الايه ال اه الباور. او مثلا ده الاكزامبل ده برضو، ده الفيجر ده، ادي الويند بروفايل، هو ده الهواء، وادي البيت بتاعك ارتفاعه كام، ارتفاعه اتش، وعرضه كام، وعرضه 3 اتش. خلاص كده بعديه ب 5 اتش، بص كده 17% اوف ذا سبيد ديكريز. خلاص كده اهوت. اللي بعديه 6%، كل ما تبعد عن البيت هتلاقي نفسك ايه، السرعة بتتحسن، كل ما تبعد عن البيت السرعة مالها بتتحسن اهو، لحد ما توصل لاخر واحد ده 3%. يعني هو ادي هنا 5 اتش، 10 اتش، 5، كل ما تبعد عن البيت ده السرعة مالها، السرعة بتتحسن. طيب هنا بقى ايه الويك بيهيفير اوف فيريوس شارب دي، لكل ايه بيلدينج شيب، اللي هو الويتس على مين، على الهايت، اللي هو ايه لما تيجي البيت ده الويتس على ايه، على الهايت، او ده مثلا اتش وده 3 اتش، ف3 اتش على اتش يبقى كام، 3، اللي هو الويتس على كام، على الهايت. وده داون، داون ويند ديستانس ان ترمز اوف بيلدينج هايت، هنا ايه 5 وكام، داون ويند طبعا اللي هي قبل البيلدينج ولا بعده، لا بعده، اللي هي الحته دي. خلاص كده الحته ايه بعد بعد البيت، خلاص او بعد البيلدينج. ان ترمز اوف ايه بيلدينج هايت طبعا، هنا ايه البرسنتج سبيد ايه ديكريز، كل واحده ايه كل ما بتبعد طبعا ايه، زي ما انت شايف كده السبيد بتاعت الايه الرياح مالها بتقل، يعني الديكريز بتقل والسرعة الرياح نفسها بتزيد، لحد ما توصل ايه، لحد ما توصل 5% على بعد كام، 20 ايه، 20 اتش، 20 ايه اتش. ماشي كده، ده كده جزء اللي هي الشالتر بيلتس، اللي هي الايه حاجات زي الشجر والكلام ده، برضو نفس الفكرة بتاعت مين، بتاعت البيوت، برضو عندك 5 اتش قبلها، وبعدها في من 10 لكام، 15 ايه اتش، نفس القصة بالظبط. خلاص كده بتعمل ايه، بتأثر على مين، بتأثر على الرياح برضو، وبتعمل برضو ويكس والكلام ده، فانت حاول تبعد عنها على قد ايه تقدر. بص كل الويكس هنا ايه عاملة ازاي، هنا ويكس هنا كتيرة، فبتعمل تربلانس ايه، تربلانس عالي، تمام كده، بتعمل ايه تربلانس عالي. وبرضو هنا اهوت مين جدول برضو للشورت بيلز او الشالتر بيلز، برضو مع عن طريق ايه برضو الديستانس داون ويند 5 و10 وكام و20. خلاص كده هنا ايه البروسيتي بقى، حاجه اسمها الايه الاوبن اريا على مين، على التوتال ايه، التوتال اريا هنا نو سبيد 0%، اللي هي نو سبيد، نو سبيس بتوين ايه تريز، وهنا 20% وهنا 40%. طبعا لما اجيب لك الجدول ده في الامتحان هقول لك بالظبط ايه النوع، مثلا هل هو نوز بي، يعني كام في كام بيرسنت بالظبط، يعني لما تخش الجدول تجيب الايه الرقم، ايه الرقم مظبوط. طب الحاجه اللي بعد كده بقى، لو انديفيدوال ايه تري، لو هي شجره لوحدها، هي شجره لوحدها مش مجموعه شجر، مش مجموعه شجر مع بعض. خلاص كده اهوت برضو الجدول بتاعها اهو، ديستنت داون ويند برضو، وده الايه الديكريز برضو بتاع السرعة، زي ما انت شايف كده الأول كان 20% على بعد 5 ارتفاع الإيه التري، بعد كده يقعد يقل لحد ما يوصل كام، 3. ونفس الكلام من اهوت إيه في طبعا هنا في أنواع مختلفة، الدينس فلود تري والإيه ده، أنواع مختلفة من الإيه التريز، اللي هي الكثيفة أو الإيه الخفيفة، تمام. طيب في حاجة بقى مهمة جدا يا شباب عايزين نقولها، حتة بقى ايه العشر درجات بتوع ايه بتوع جزء الويند في أعمال السنة. خلاص كده هوت العشر درجات في أعمال السنة، هنبقى عايزين ريبورت. خلاص كده هوت عايزين ريبورت بقى، الريبورت ده هيبقى ايه معمول جروب من 5 ايه، من 3 ل 5 طلبة، بس يفضل يبقى ايه مش أقل من كده ولا أكتر من كده، من 3 ل 5 طلبة. خلاص كده هوت. طيب الريبورت ده هيبقى عن ايه، طبعا الريبورت هياخد شكل الريبورت بالظبط، يعني كل حاجه في التكنيكال رايتنج مظبوطه، يعني في شكل الريبورت، سواء بقى ابندكس، ليست اوف تيبلز، كفر بيج، الكلام ده كله. خلاص كده السيتيشن، الكلام ده كله. عايزين نبقى عايزين نعمل ايه، عايزين بقى نجيب مكان، نشوف مكان في مصر مثلا، نعمل له اسسمنت، نعمل له اسسمنت، نشوف سرعه الرياح فيه والكلام ده كله،
ونختار له تربينة، نعمل له سيلكشن لتربينة، ونعمل له ايه تربينة رياح، ونعمل لها ديزاين فول ديزاين. خلاص كده نعمل لها فول ديزاين، يعني نختار مكان الاول وبعد كده نختار تربينة ونعمل لها ديزاين، او نعمل ديزاين الاول وبعد كده نعمل سيلكشن للتربينة ايا كان نوعها بقى ايه، نقدم الريبورت ده يا شباب في خلال، يعني خلال بالظبط ايه، يعني النهارده 30/3 هبقى طالبه منكم في حدود 20 يوم، 20 كام يوم، 20/4، وهبقى ابعت ان شاء الله للمندوب الايميل بتاعي، تبقى اتبعت على ايه، اتبعت على الايميل عشان نحط ال10 درجات بتوع الايه، بتوع الريبورت. يبقى احنا عندنا هنا هو ريبورت جروب من 3 لـ5 اللي هيعمل اسيسمنت للايه، للمكان، وبعد كده هيعمل له ايه ديزاين بقى الشغل بتاع التربو ماشينز بتاعنا كله، الدراج والليفت والكلام ده كله، طبعا انت هتاخده من على النت، يعني مش تخترع يعني ديزاين او تعمل كده، بس كل حاجات الستيبس الديزاين تبقى ايه، طبعا الهايت بتاع الويند تربين، الدايمتر بتاعه، الار بي ام، كل الكلام ده كله يبقى موجود في الديزاين. وبعد كده تعمل سيلكشن بقى الايه، بعد ما خلصت الديزاين شوف هتعمل سيلكشن بقى، او تشتري مثلا الويند تربين دي من اي مكان، الكلام ده. تمام كده يا شباب، شكرا، السلام عليكم.